يعني كما كان متوقع أنه صدرت تهديدات أمنية وواضحة وشفافة وصريحة من ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان أنه سننقل المعركة للداخل الإيراني، وهذا التصريح هو في الحقيقة قمة الإرهاب واعتداء سافر على أمن بلد عضو في منظمة الأمم المتحدة وفي مجالس أخرى وفي منظمات أخرى. نرى الآن آثار هذه المؤامرة الصهيونية الأمريكية السعودية ليس فقط على إيران، يعني هناك الآن عواصم أوروبية وهي ربما تكون أقوى من إيران أمنيا وتجربة واستعدادات، نرى الآن تحدث فيها حوادث إرهابية واعتداءات إرهابية، ونحن نعتقد أن هذا الإرهاب ممول برمته من المملكة العربية السعودية، بما أنه جاء تصريح يعني رسمي ومن موقع رسمي ليس موقع إعلامي أو موقع فيسبوك أو حتى محطة فضائية، مسؤول رسمي ولي العهد قال سننقل المعركة للداخل الإيراني.